أعرض أعضاء المكتب السياسي للتصويت. المصوتون بنعم، المصوتون بلا، الممتنعون. أعتبر أن اللجنة المركزية قد صوتت بالإجماع على أعضاء المكتب السياسي. تشكيلة تاع المكتب السياسي كما لاحظت وراهم كل إطارات تاع الحزب وراهم كل مناضلين في القاعدة، وهما بعد ما على بالهمش باللي راهم ما كان حتى تدخل حتى على واحد، راهم هما تفاجؤوا كي سمعوا أساميهم، وحنا فرحنا بهم لأنهم هما أغلبية شباب. هذا منصب أنا نشوفه كبير كبير في حزب مثل حزب جبهة التحرير الوطني، لأن ما كنتش نستناه أبدا، هذه مسؤولية الله يجعل لكم إن شاء الله في حسن ظن هذه الناس. إن شاء الله تكون هذه التشكيلة على مستوى تلك الصراحة، وتأخذ بجدية كل هذه المشاكل التي عرفها الحزب وتعالجها بجدية ونهائيا، لكي يرجع الحزب ملك لمناضليه، ملك لهياكله، ويكون قاطرة سياسية.